جسدت كلمة مملكة البحرين التي ألقاها نيابة عن جلالة الملك المعظم صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء خلال المناقشات العامة لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، جسدت رؤية المملكة الراسخة تجاه قضايا الأمن الدولي والتعددية الثقافية والاقتصادية. كما أكدت الكلمة ضرورة توحيد جهود المجتمع الدولي لصون الكرامة الإنسانية والعمل على تعميق الشراكات بين الدول والمجتمعات. 19 years ago, I had the honor of standing here and addressing this historic hall, where I touched on the pressing challenges confronting our world at the time. Poverty, famine, deadly infectious diseases, civil wars, and weapons of mass destruction. These global challenges not only persist, but have intensified. We find ourselves in a far more dangerous and unpredictable time due to major tectonic shifts in the global geopolitical order. معانٍ كثيرة حملتها كلمة مملكة البحرين خلال المناقشة العامة لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها 79، كلمة أشارت إلى العديد من القضايا الدولية والتحديات العالمية المعاصرة، وتعد خريطة طريق للأمن والاستقرار العالمي واستمرار المسيرة المشتركة نحو التنمية والرخاء لمستقبل الشعوب كافة. فقد عكست هذه الكلمة التاريخية القيم والمبادئ الوطنية، خصوصا فيما يتعلق بالحاجة لإصلاح الأمم المتحدة والمنظمات متعددة الأطراف وتوحيد جهود المجتمع الدولي لصون الكرامة الإنسانية والعمل على تعميق الشراكات بين الدول والمجتمعات والمضي نحو آفاق أرحب من التعاون الدولي لاستثمار الابتكارات والتقنيات الحديثة لخدمة الأهداف التنموية. In addition, revolutionary new technologies have emerged that will fundamentally reshape the world as we know it. Environmental and health challenges that know no borders have also multiplied and grown in complexity, requiring us all to work together regardless of our differences. كلمة مملكة البحرين في الأمم المتحدة هي دعوة صريحة لجميع الدول للعمل المشترك والتعاون من أجل مستقبل أفضل للبشرية، وهي تأكيد على أن المملكة ستواصل تحت قيادة جلالة الملك المعظم وبتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للعب دور محوري في دعم القضايا الدولية وتعزيز الحوار بين الدول ودورها المحوري في المنطقة.